بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم يا جماعة عن سوفوس سنترال أو اللي هو السوفوس كلاود. بالنسبة لسوفوس، سوفوس كل البرودكت بتاعت سوفوس ما عدا الفايرول كلها في الكلاود، مثلا زي الاند بوينت اللي هو الانترسبت اكس، الاكس دي ار، الام دي ار سوليوشن، عندك السيرفر بروتكشن، الموبايل اللي هو الام دي ام موبايل مانجمنت، عندك الديفايس انكريبشن برضو عند سوفوس في الكلاود، عندك الوايرلس كلاود، الوايرلس سوليوشنز اللي هو المانجمنت بتاع سوفوس، عندك الايميل سكيورتي، الايميل جيت واي سكيورتي، عندك الفايروال مانجمنت زي مثلا في اي برودكت تاني زي مثلا بالو التو اللي هي بانوراما، عندك زي فورتي جيت اسمها فورتي مانجر، عندك الفيشنج ثريتس ديت ده زي اسمها سايبر سيكيورتي اويرنس، يعني مثلا ده دي بنستخدمها ان هي بتبعت لي ايميلات فيشنج ايميل لليوزرز عندي، بناء عليها اقدر اشوف مدى الوعي عند الموظفين، ده بنستخدمها برضك اللي هي الفيشنج ثريتس. عندك الكلاود نيتف سكيورتي لو انت عايز تعمل مونيتور وتعمل تشوف البرفورمانس وتشوف السكيورتي بالنسبه للكلاود سيرفرز، تمام، عن طريق الكلاود اوبتكس اوبس، تمام. عندك الزيت ان ايه ده خلاص، يعني الزيت ان ايه زمان هو لسه ما زال، يعني عندك اللي هي الامازون ويب سيرفيس، انت تنزل الفي ام على الامازون ويب سيرفيس او الفي ام الفي ام وير اس اكس هايبر في ديت لو انت عايز تنزلها، ما زالت شغاله موجوده برضو. عندك السوفوس دلوقتي بيلعب كزيت ان اي جيت واي، يعني انت عندك زيت ان اي جيت واي هنا ثلاث حاجات، امازون ويب سيرفيس اللي هو في ام اي على اي دبليو اس، عندك الفي ام وير اي 6 اي وهايبر في، وعندك السوفوس فايرول، وتقدر تداونلود كل الزيت ان اي جيت واي من هنا، تمام. ده عندك الفي ام لو انت مثلا في واحد عايز ينزل فيرجن 20 عنده وعايز يجربه يقدر ينزل من هنا فيرجن 20، يعمل له داونلود ويقدر ينزله من هنا، تمام، يقدر يعمل هنا ويبدأ يعمل داونلود وينزله من هنا عادي خالص، مش مشكلة، ماشي كده. تمام، طبعا زي ما قلت لكم كده، والزيت ان ايه، وطبعا السويتشز عندك سوفت، عندها سوفت سويتشز تقدر تمانج برضك السويتشز من على الكلاود، طبعا بسيطة جدا، بتقول له اد وتحط السيريال نمبر بتاع الجهاز هنا، تمام. طبعا الجهاز اول حاجه بتبلج السويتش تو يور نتورك، بتخليه ياخد اي بي بيكونكت بالانترنت، بتباور السويتش اول ما ياخد اي بي مانج، اول حاجه بتعمل حاجه اسمها ريجستر از تايم ليميتد اند يو هاف 15 دقيقه تو اد سويتش ان سوفوس سنتر، يعني بعد ما تعمل ريجستر بتستنى 15 دقيقه لغايه ما سويتش يبدأ يريجستر عندك في السوفت سنتر، بعد كده بتحط السيريال نمبر هنا، او هو انت بتحط السيريال نمبر بتاع السويتش هنا عشان يريجستر، يعني هو بيقعد 15 دقيقة، تقدر تحطه في السايت، انت تقدر تكريت اكتر من سايت وتقول له انيبل لو انت عايز تاخد باك اب، وتحدد الباك اب من السويتش بسكادول معين مانثلي ديلي براحتك، دي تقدر تعمل وتعمل هنا ايه ريجستر، هتلاقي السويتش بقى هنا ايه ريجستر. طبعا في لايسنس للسويتشات، يعني انت لو جيت هنا تبص هنا ده كل اللايسنس عندك هنا، فيشنج ثريتس، ديفايس انكريبشن، انترسبت اكس، موبايل ادفانسد، كلاود انترسبت اكس، اكس دي ار، ايميل ادفانسد، زيرو تراستد نتورك، طبعا ديت ده اللايسنس بتاعت السوفت وير اللي عند سوفوس. طبعا انت عندك بقى هنا الزي بي ان ايه موجوده اهيت، عندك الفيشنج ثريتس موجوده اهيت، عندك الانترسبت اكس والانترسبت اكس ويز اكس دي ار الاثنين مع بعض، وديفايس انكريبشن وموبايل ادفانس. طبعا هنا يا جماعه هنا طبعا الكلاود موجوده، يعني انت الكلاود هنا اوبتكس موجود، ده كلها ديت هنا بيديك ترايل لايسنس لمده شهر،
تمام من سوفوس موجوده هنا، بس طبعا السويتش ده هاردوير فانت لازم تشتري له لايسنس، وعندك سويتش اوريدي فبتضيف اللايسنس هنا. ماشي، انا عندي هنا فاير وول طبعا اللايسنس بتاعته ايفالويشن، هو مديني كل اللايسنس موجوده وكل حاجه موجوده، ايفالويشن موجوده نفس الكلام معايا كده. تمام، تعال ناخد اول حاجه. طبعا الاكس دي ار تقدر تجيب كل الاكس دي ار من هنا، ده كل حاجات الاكس دي ار من هنا طبعا كلوز، تقدر يبدا يجيب لك هنا كل التوتال، عندك الكريتيكال ثريتس، عندك الهاي الميديوم اللو الانفو، بيجي لك هنا ويجي لك ايه طبعا رسم بياني بكل حاجه عندك موجوده هنا. ده مثلا هنا توتال ديتكشن كاونت، يجيب لك كده التوتال على مدار 24 ساعه، ممكن تقول له على مدار 30 يوم، على 7 ايام براحتك، ممكن تقول له الكاتيجوري، ممكن تحدد له يعني السيفيريتي، ممكن تحدد، هو بيقول لك التوتال فبيجيب لك التوتال. هنا ريسنت ديتكشن، ده اللي هو لسه معمول له ديتكشن دلوقتي بيظهر لك هنا، ده التوب 10 انتن طبعا، ده هنا ده اللصق، ده نفس الكلام يعني، ده التوب يوزرز سنسور لوكيشن اوف ديتكشن، ده كده طبعا الام تي ار تي تي بي طبعا، ده كله الخاص بالاكس دي ار. ده الكيسز عندك طبعا، هنتكلم الكلام ده بالتفاصيل يعني، انت ممكن تكريت كيس وتسميها وتقول له مثلا كيس اسمها ايه والسيفيريتي، حدد السيفيريتي بتاعته كريتيكال، وتبدا تحط الستاتس نيو او انفستيجيت، وتبدا تقصين لمين الكلام ده، لمين لاحمد كيس الديسكريبشن، تحط الكيس نيم وتحط الكيس الديسكريبشن، وتقصين الكلام ده مين لمين، السوك تيم عندك، عندك خمسه سته، تقصين الكيس ده لاي شخص عندك. تمام، الديدكشن هنا الحاجات اللي عملها ديدكت عندك، تمام تقدر تعمل لها ديدكت عندك هنا ماشي، وهي هتظهر لك عندك عادي خالص هنا، وتظهر لك عادي لو والكلام ده طبعا. ده الانفستيجيشن ليجاسي القديم، انت ممكن تستخدمه برضو يعني، هو بيوريك يعني ده السيرش، لو انت عايز تسيرش عندك في حاجه تقدر تعمل سيرش تقول له بالديفايس اي بي او الهوست نيم او اليوزر نيم او البروسيس، تقدر ايه تسيرش عن طريق دي اند بوينت داتا، تمام تقدر تسيرش فيها هنا. ثريد جرافس هيجيب لك هنا اي حاجه تبع سوفت جنريتد او الادمن جنريتد، هتظهر هنا وتقدر تشوف الثريدز ده مصدره ايه، يعني انت تضغط عليه تشوفه هو جه من انهي فولدر او انهي فايل او انهي جه من اوت لوك، او جه عن طريق ملف عملت له داونلود، فبتظهر تشوف الثريد جاب. ده اللايف ديسكفري، تقدر تعمل كويري يعني، ده اهم حاجه اصلا في الاكس دي ار عشان تسكان الفيرنابيليتي والثريدز اللي موجوده عندك موجودة دي، أهم أصلا يعني، أصلا الإكس دي آر جاي عشان كده، أنت مش هتستني بقى الإند بوينت يديتكت الثريتس أو الكلام ده، أنت لا، أنت المفروض جايب الإكس دي آر عشان تستخدمه إن هو يطلع لك الفيرنابيليتي والحاجات دي أنت اللي أنت عايزها. طبعا أنت عندك في الريجستري تقدر تكويري طبعا حاجات جاي موجود حاجات كتير موجود عندك هنا موجودة أوريدي، تمبلت جاهزة من سوفوس تقدر تستخدمها، او انت ممكن تكاري طبعا اند بوينت تبع اند بوينت كويري ده اللي موجوده، او الاند بوينت بتاع الداتا ليك. تمام، لو انت طبعا انت عايز تجيب الداتا بتاعت الاند بوينت خلاص براحتك، عايز تجيب الداتا ليك تبدا تجيب من الداتا ليك، طبعا الداتا ليك دي داتا متجمعه من الاند بوينت والفاير وول والكلام ده، وتقدر انت من خلالها تقدر تسكان كل حاجه يعني، انت هنا عندك اليوزرز تمام، تقدر تسكان ايه البرامج الخاصه باليوزر، انا مثلا عندك ريجستر شو اللي هو يو سي يو اي سي اللي هو اليوزر اكونت كنترول باي باس، تشوف بقى كده تقدر تعمل الكلام ده وتحدد التسكان او تعمل الكوري، يبدا يجمع لك كل الداتا ليك او كل اللوجز للاند بوينت جابها حطها في الداتا ليك، تقدر تجيبها هنا وتشوفها هو تسكان الكلام ده. ده من خلالها بقى لو انت عندك فيرنابيليتي وثريتس والحاجات دي، تقدر بقى ايه تديتكت الكلام ده وتفتح كيسز وتقصين او تعمل انفستيجيشن للدي،
تخلي بعد اليوزرز عندك هو اللي يخش يحل المشكله دي. طبعا انت تقدر تعمل انتجريشن الاكس دي ار مع اكتر من سوليوشن، عندك الاي دبليو اس كلاود ترايل، عندك الاي دبليو اس سكيورتي هاب، عندك تشيك بوينت، عندك سيسكو ديو، عندك سيسكو فاير باور، المراكي. طبعا ده عمليه انتجريشن، والفورت انالايزر يعني فورت جيت فاير وول. طبعا الاكس دي ار ده ميزته ان هو تعمل انتجريشن مع اي برودكت تاني، تقدر تستفاد ان انت البرودكت التاني ده هيبدا هنا سوفوس هيستخدم ان انت تقدر تانلايز كل ايه الثريتس وكل حاجه اللي موجوده في الكلام ده في البرودكت الاخرى دي. عندك السوفوس ميل، سوفوس فاير وول ده برودكت خاصه بسوفوس، فهي اوريدي لو انا قلت له سوفوس فتقول له نيكست، وتقدر ماي دومين اي بي تبدا تقول له ده احنا خشينا في ايه، ثواني كده تبدا تقول له الرينج اللي انت عايز انترنال اي بي اوكي، وتقول له انترنال دومين، وتبدا وتقول له نيكست، ويبدا تقول له سيف. ده كده ايه احنا كنا عملنا انتجريت مع مين هنا، مثلا مع سوفوس ايميل، ممكن نقول له سوفوس فايرول، خلينا نعمل سوفوس فايرول، نقول له مثلا هو كده كده اوريدي انتجريتد، فنقول له از ذس انتجريتد از اوتوماتيكلي انيبل، هو اصلا كده اوريدي اصلا انتجريتد. تمام، مثلا خلينا نقول له سوفوس ان دي ار، دي لازم تشتريها كبرودكت عشان ايه تقدر تعملها انتجريشن عندك. عندك هي شوف هنا دي اصلا انكلودد، ده انكلودد الاكس دي ار اللي هو كلاود اوبتكس عشان هي لايسنس موجوده، ده انكلودد. تمام، والواتش جارد لازم تشتريها، كل اي حاجه ده طبعا موجود عندي. طبعا بروف بوينت ده تقدر تعمل انتجريشن معاه، تقدر اوكتا تقدر تعمل معاها اللي هي الايدنتيفاي، مثلا مايكروسوفت اوفيس مانجمنت اكتيفيتي اي بي اي، ده اي ده ايميل سكيورتي كلاود، تقدر تعمل الكلام ده، دي كل لازم تشتريه. ماشي، ده البريفرنس تقدر بقى من خلاله تقدر تحدد الكرومنت بتاعتك، الانريتشمنت بتاعتك. تمام، هنا السكادول كويري تقدر تعمل كويري، تعمل سكادول يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي مثلا في الداتا ليك اقدر اعمل كويري وخليها سكادول في وقت معين، بس الكويري ده بس فقط على الداتا ليك، الداتا ليك كويري او داتا ليك كويري، سوري داتا ليك كويري بتاعت تقدر تعمل لها سكادول، اما الاند بوينت كويري ما تقدرش تعمل لها سكادول. طبعا ايميل نوتيفيكيشن طبعا دي تقدر تعدد فيه، تعمل اساين اناليسيز، تقدر تحدد، تقدر تكاستم فيه، يعني تقدر تكاستم الكلام ده، تقدر تعدل فيه براحتك، تقدر تعمل تشينج فيه. ده دي سيتنجز يعني، دي كده الاكس دي ار، بس الاكس دي ار هنتكلم فيه بالتفاصيل. ده طبعا الداشبورد بتاعت الاند بوينت، ده توتال اليرت هاي ميديوم لو. ايه الهاي؟ ده كله الهاي عندي ان هو الفاير وول فقد اتصال بالنسبه للسنترال، ده حاجه هاي برضو. ده الميديوم ده الفاير وول لسه انا عملت ديسيبل للفاير وول ان هو يكون مانج من خلال سوف السنترال، دي حاجه ميديوم. والحاجه اللو اللي هي اللي هو سوف السنترال از ريستورد، يعني ده حاجه، واللي هي فاير وول هاف بين سكسسفولي ريجستر، ده حاجه لو اليرت. طبعا برضو لو عندك اندو بوينت والكلام ده هيجي لك كل التوتال، يعني هي التوتال دي مش ان هي خاصه بالفاير وول واللي هي السوف سنترال لوست مانجمنت، كل حاجه دي هتجي لك هنا. فدي كل حاجه يعني الديفايس اند يوزر سامري، ده لوب كنترول لو انت مفعل اللوب بوليسي او لوب كنترول على الاند بوينت. طبعا كلاود اوبتكس مثلا هنا بيجي لك، طبعا اي برودكت موجود عندك بيظهر لك اللوجات بتاعته هنا. الاليرتس طبعا زي اللي احنا كنا شايفينها زي فوق هنا دي كده وهنا، هي الاليرتس تحتها. طبعا الثريتس اناليسيس سنترال ده اللي هي بتاعت الاكس دي ار اللي احنا لسه داخلين عليها. ماشي،
طبعا هنا اللوجز اند ريبورتس ده، بص يا جماعه لو انت عايز تطلع ايفنت لوجز طبعا لمين؟ مثلا شو اول يعني مثلا ايفنتس اللي هو اللوجز الجنرال لوجز، عندك شو اول سكيورتي ايفنت ساتش از مالوير ديتكشن اون يور ديفايس اند ليت يو فلتر ذيم تو جنريت ريبورتس. ده الايفنتس، ده الاوديت لوجز، ده لو انت ريكوردات اول اكتيفيتي اند تشينج ميد تو ذا سيستم، اي اديتنج حصل فيه ده اوديت لوجز. يعني ايه خاص بالسكيورتي؟ ايفنت ده خاص بالمالوير ديتكشن، ده ايفنت يعني. الاند بوينت سيرفر بروتكشن لوجز، عندك داتا لوس بريفنشن ده بيظهر لها لوجز، عند اللايف ريسبونس سيشن اوديت بيظهر لها لوجز، عندك الايميل سكيورتي طبعا لازم بيظهر حاجه اسمها مسج هيستوري. المسج هيستوري ده تاريخ المسج، وتقدر تخش عليه تشوف لك كل المسج اللي جات لك من ايميل ستارت واند، لازم تاخد بالك من دي. وعندك لاود اوبسك برضه في نفس الكلام، ده البيبول بيوريك كل البيبول او اليوزرز اللي هم موجودين عندك، اللي هنا البيبول هنا هاو ميني يوزر ار اكتيف ان اكتيف اند بروتكتد بالديتيلز. يعني انا دخلت هنا هيجيب لك كل اليوزرز اللي هنا، ده اكتيف احمد رشدي، ده الايميل بتاعه وهو نو ديفايس، ما عندوش ديفايس بس اكتيف، لا ان اكتيف، لا دي جهاز احمد موجود بس ما ايه ما لهوش، مش لوجن على اي جهاز. تمام، نفس الكلام هنا الاند دومين تنسيبر بروتكشن، ده بالهيرو روبرتس بيديك السي سامري اباوت ايه ستاتس اوف ايه اكونت انكلودنج ديفايس بروتكتد لايسنج and license and usage threats trend and total thread log. ده بيجيب لك ريبورتات عن السامري يعني الديفايس بروتكتد، حاله الديفايس بروتكتد واللايسنس وعدد كميه الاستخدام بتاعتها و ثريت تريند والتوتال ثريد بروتكتد. السيرفر هاو ميني سيرفر اكتيف زي اليوزرز بروتكتد والديتيلز والكلام، ونفس الكلام الكمبيوتر المالور اند بوشنال ان وونتد ابلكيشن بلوج بيجيبها لك من هنا، ده لوجز وريبورتات. فيريال كنترول ده اللي هي خاصه بالديفايسز اللي معملها بلوج، زي لايك اليو اس بي سي دي اللي هو الوايرلس مثلا، عندك حاجات كتير جدا. عندك البلوجد ابلكيشن، الابلكيشن اللي معمول لها بلوج، عندك الالاود ابلكيشن نفس الكلام اللي هي الابلكيشن كنترول بوليسي ايفالويتور. تمام، عندك الداتا لوس بريفنشن ايفالويتور اللي اتعمل لها تريجر، الويندوز فاير وول انستول ان ويندوز كمبيوتر اند سيرفر، ده الايفالويتور طبعا. ده حاجات يا جماعه بلوجز وريبورتات. طب تمام، هنا بيظهر لك هنا فوق يظهر لك هنا الريبورتات، وتقدر تطلع من الاند بوينت اصلا اوريدي في هنا لوجز اند ريبورتات خاصه بالاند بوينت. يعني هنا ده اللي فوق دي الداشبورد، ده الداشبورد يا جماعه توتالي يعني بتجمع، مثلا لو قلت لك لوجز اند روبرت ده بيجمع كل البرودكت اللي موجود عندك. طب انت لو عايز مثلا من هنا ممكن تجي مثلا الاند بوينت، وممكن تيجي هنا في الاند بوينت اللي عندك لوجز اند روبرت بيجي لك خاص بيها. يعني مثلا هنا عندك هنا في اللوجز اند روبرت عندك هنا الزيت ان ايه ايميل سكيورتي، ممكن تيجي هنا في الايميل سكيورتي برضه نفس الكلام في لوجز اند روبوتس موجوده هنا. تمام، كل حاجه بس فوق دي انت تقدر تخش في اللوجز اند روبوتس لكل البرودكت اللي موجوده على السنتر، فانت ممكن تجيبها من هنا او تجيبها من هنا. تمام، طبعا البيبول ده الناس اللي هم موظفين على مثلا سوفوس، او سوري زي متضافين على سوبر سنترال بس. طبعا هنا سوري بقى هنا انت ده اليوزر اللي انا مكاري بيه السنترال. طبعا الاند بوينت، طبعا الاجهزه دي بتيجي ازاي او اليوزر ده بتيجي ازاي؟ طبعا اليوزرز اول ما ينزل عليه الاند بوينت، الاند بوينت بيعمل هارت بيت للسنترال باليوزرز نيم اللي موجود على الجهاز او عمل لوجن على الجهاز بعته له هنا. تمام، لو عمل تشينج لليوزر يبدا يعمل له ابديت باليوزر الجديد، بس الاولد يوزر لسه ما هو ده موجود ما فيش مشكله.
تمام. فاليوزرات دي بتيجي عن طريق الهارت بيت، او تعملها مانوال كده، تقول له مانوال وتضيف، تقول له كده اد، وتضيف اليوزر فيرست نيم ولاست نيم والرول بتاعته، نتكلم في الرول، الايميل طبعا هنديله الكلام ده كله، ونقول له ايه الافيلابيلتي جروب، ونقول له سيف، او تقول له مثلا عن طريق الامبورت يوزر سي اس بي، تقدر هنا تجيب تمبلت جاهزه هنا وتقدر تعبيها وتعمل لها امبورتد عادي هنا براوزنج، وتعمل امبورتد لكل اليوزرز عندك. وفي حاجة تانية، لو انت عندك سوفوس اند بوينت، سوري، لو انت عندك اكتيف دايركتري، فخلاص انت بتعمل انتجريشن ما بين الاند بوينت سوفوس سنترال مع الاكتيف دايركتري. هوريها لك دلوقتي، نعملها بسرعة بس اوريك. بس ده هنا بقول لك ذا ترايل لايسنس ريستريكت ذا نمبر اوف ريكورد تو 1000، يعني 1000 ريكورد بس في اليوزرز، يعني ما ياخدش اكتر من 1000. تمام، وتقول لك اوكي. طبعا هنا سيت اب دايركتري سيرفيس انت ممكن تجيبها من جلوبال، ماشي، من دايركتري سيرفيس، او تجيبها من بيبل، تقول له سيت اب دايركتري سيرفيس. طبعا انت عندك اكتيف دايركتري سيرفيس وعندك ايجور اكتيف دايركتري، يعني انت هنا لو قلت له مانج، فانت تقول له اد اكتيف دايركتري، طبعا هيقول لك ايه الاكتيف دايركتري، جوجل دايركتري ولا ايجور اكتيف دايركتري، براحتك بقى. لو انت عايز بقى اليوزر يجوا مع الايجور ولا من على جوجل. طبعا النهارده احنا هنتكلم عن الايجور، عن الاون بريم اكتيف دايركتري. يعني ايه الاون بريم اكتيف دايركتري؟ يعني انا هنا عندي اكتيف دايركتري اهو يا جماعه، مثلا هنا، وعايز اليوزرز والجروب اللي موجودين على الاكتيف دايركتري دي يكونوا موجودين على السنترال اللي فوق هنا. انا عندي هنا طبعا، هنا طبعا، هنا عندي يوزرز. طبعا اليوزرز والجروب دي انا عايزهم فوق، يعني عايز الجروب ديت والكمبيوترز واليوزرز دي فوق. طبعا هتعمل ايه؟ في حاجة اسمها ايه؟ حاجه اسمها دايركتري سيرفيس، هتنزل حاجه داونلود، حاجه اسمها داونلود اكتيف دايركتري سينك انستولر. انا نوقف الفيديو ده كده ونخش على الفيديو اللي بعده.